everybody peace and mercy be above you assalamu alaikum in today's lesson we will take the first lesson in uh, nine yeah nine unit nine okay let's talk about in this lesson we will talk about ratio it's an yeah you can consider it an introduction to ratio uh ازاي تحسب النسبه بتاع حاجات وهناخد بعض الامثله من الريال سيتويشن يعني من الواقع الحقيقي تمام فتعالوا ناخد اول مثال معانا على طول ونقدر ان احنا نفهم عن طريقه ايه هي الريشيو تعالوا مثلا نرسم عندنا كده مربعين ادي واحد اتنين ونرسم عندنا تلات دوائر ادي واحد اتنين خلينا نمسح دي نعمل اتنين ودي تلاته تمام يبقى انا عندي دلوقتي مربعين وثلاث دوائر اوكي مربعين وثلاث دوائر طيب احنا دلوقتي عاوزين نجيب النسبة يعني ايه النسبة النسبة يعني كام لكام في كام حاجة من دي على كام حاجة من دي فانا هقول مثلا ما هي نسبة ال circles to squares نسبة الدوائر الى ال اللي هي المربعات انا عندي كام دايرة ادي واحد خلينا نمسح ادي واحد اتنين ثلاثة وعندي كام مربع؟ ادي واحد اتنين خلينا نمسح بال نخليها لون تاني تخل... عشان تاخدوا بالكم اتنين اوكي فاذا انا بقول دلوقتي هات لي الريشيو بتاع السيركلز تو to... آه، 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 السؤال هيبقى زي كالاتي بالظبط ذا ريشيو اوف سيركلز تو سكويرز ذا ريشيو اوف سيركلز تو سكويرز فانا عندي كام سيركلز؟ 3 فخلاص يبقى 3 تو سكويرز السكويرز كام؟ 2 يبقى 2 طيب ونحط ما بينهم نقطتين دي كده الريشو كده احنا ممكن نقراها ازاي نقول 3 2 2 3 2 2 النقطتين دول بنقولهم 2 كده بالانجليزي فممكن احنا نكتبها 2 اه ممكن نكتب 3 2 2 ممكن نعمل كده برضو، طيب في حاجه ثانيه ممكن نمثلها بيها الريشو او ممكن نقول 3 over 2 ايه ده ده زي فراكشن ايوه زي فراكشن صح هي نفس الشكل بتاع الفراكشن وهي النسبه تعتبر الى حد ما تقدر تكونسيدر از از افراكشن يعني تعتبر النسبه فراكشن نوعا ما يعني تمام فاحنا هنقول 3 2 2 هي طبعا مش فراكشن بالظبط بس انت ممكن تكون ات لايك ذات وممكن تعملها كفراكشن كمان في المسائل عادي اوكي فخلينا uh, نركز مع بعض احنا جبنا السيركلز تو سكويرز طيب تعالوا انا لو قلت لكم هات لي بقى النسبه بتاع حاجه ثانيه مثلا السكويرز Squares to Circles اه ممكن تقولوا لي هتبقى ايه؟ Squares to Circles انا عندي كام سكوير؟ 2. عندي كام circle؟ 3 ونحط ما بينهم النقطتين ونحط ما بينهم النقطتين اه 2 to 3 يبقى خلي بالك الترتيب مهم اول اوبراند معايا يعني الاول والثاني اوبراند الترتيب بتاعهم مهم فانا ما ينفعش اقول 2 2 3 ايكوال 3 2 2 لا مش equal بعد. مش ايكوال بعض مش ايكوال او مش ايكوال فخلي بالكم هما مش مش زي بعض الترتيب مهم جدا في النسبه فاذا انا لما بقول سكويرز تو سيركلز هتبقى 2 2 3 2 2 3 اوكي تعالوا نشوف حاجة تانية لو انا قلت مثلا ratio of circles to all shapes circles to all shapes طيب انا عندي circles كام 3 ونحط النقطتين all shapes كل الاشكال كل الاشكال كام ادي 1 2 3 1 2 3 circles and 4 5 فانا عندي 5 shapes فهيبقى 2 5 الكلام ده ايوه صح الكلام ده

نكمل وناخد آه كمان مثال لو انا قلت مثلا ال squares to all shapes ال squares to all shapes ال squares قد ايه 2 all shapes قد ايه 5 يبقى 2 to 5 اوكي كده خلاص احنا عرفنا اول مساله معانا تعالوا ناخد مثال تاني يوضح لنا النسبه اكتر ماشي بص هناخد السؤال ده من هنا احنا عندنا الصوره اهي دي الصورة بتاعتنا احنا عندنا سلة باسكت والباسكت ده فيها 6 ابلز 4 بانانز و 3 اورانجز تمام 6 ابلز 4 بانانز و 3 اورانجز انا عاوز اجيب النسبة بتاعت الابلز تو البانانز تو ابلز البانانز عندي قد ايه؟ ها 4 اذا هكتب 4 2 حط النقطتين ابلز قد ايه؟ الابلز عندي 6 يبقى 4 تو 6 اوكي طيب الاورانجز تو بانانز

Uh, 213 طيب نشوف اخر حاجه هاو ار ذا ريشيو ان اي اند بي ديفرنت فروم ذا ريشيو ان سي خلي بالكم الفرق ان الريشيو في الاي والبي هي تعتبر ريشيو بتوين بارت تو بارت فانا عندي بارت تو بارت بارت فروم الاي فروم الباسكت كله فانا بارت تو بارت لكن الريشيو ان سي هي بارت تو اول فانا بارت اللي هو جزء من الفروت اللي هو الاورنجز تو اول كل الباسكت اللي هي كل الفروت اللي عندي فده الفرق بارت تو بارت اما الثانيه بارت تو اول بس كده احنا خلصنا المثالين تعالوا نخش على جزئيه جديده نفهمها في هذا الدرس اخر جزء معايا في الـ في الدرس الاولاني من اليونت 9 هو ازاي تسمبليفاي الريشيو اللي عندك فانا لو عندي اي ريشيو مثلا هنقول ان انا عندي ريشيو ايا يكن مثلا 12 to 16 12 to 16 انا عاوز اسمبليفاي الريشيو دي فاكرين لما انا قلت لكم ان احنا ممكن نعمل الريشيو كفراكشن ونقدر نسمبليفاي ات عادي نقدر نعمل الكلام ده طب ازاي نعمل الكلام ده هنقوم قايلين 12 over 16 اوكي ده ريشيو او ده فراكشن معايا اهو تمام سمبليفاي الفراكشن ده هتسمبليفاي فراكشن ازاي؟ فاكرين احنا كنا بنسمبليفاي ازاي؟ بنقسم على حاجه بس فوق وتحت، فنقوم قاسمين هنا مثلا ممكن نقسم على اتنين فوق وتحت، وبعد كده نقسم على اتنين ثاني أو ممكن نقسم على أربعة مرة واحدة، فخلينا عشان نسهلها عليكم نقول مثلا لو احنا قسمنا على أربعة مرة واحدة أهو، هنا أوفر 4 هتساوي 12 أوفر 4 هتبقى 3، والتانية هنا 16 أوفر 4 هتبقى 4. سهل خالص طب لو انتوا الاربعه بالنسبه لكم مش هتيجي انت لو حافظ جدول الضرب هتعرف طيب لو انت يعني مش مش كويس قوي في جدول الضرب انت لازم تحفظ جدول الضرب عامه بس تعالى نخليها بشكل اسهل ممكن نقسم على اثنين احسن بالنسبه لنا هتبقى اسهل شويه ادي على اثنين ديفايد 2 وديفايد 2 هتساوي 12 ديفايد 2 هتبقى 6 سكس. و16 ديفايد 2 هتبقى 8 وبعد كده نعمل ديفايد 2 ديفايد 2 ثاني ادي ديفايد تو ديفايد 2 وهتساوي ال 6 ديفايد 2 هتبقى 3 وال 8 ديفايد 2 هتبقى 4 هي نفس النتيجه هي دي السمبلي... السمبليفيكيشن فانت لو عايز تسيمبليفاي اي ريشيو عندك انت هتقسم سهله خالص هت... هتعملها كفراكشن تاخدها تعملها كفراكشن وطبعا انت الاولاني بيبقى اللي فوق والثاني بيبقى اللي تحت وتقوم قايل الاولاني اوفر الثاني سهله خالص كده تعملها فراكشن وتقوم تسيمبليفاي فراكشن اوكي بس بكل بساطه شكرا لكم احنا كده خلصنا الدرس الاول اشوفكم الدرس القادم ان شاء الله والسلام عليكم